النصيرات، وأيضا رفح شهدت عدد من الاستهداف الذي طال منازل لسكانه. نعم سعد الدين، القصف الإسرائيلي هذه الليلة طال مدينة رفح وبكثافة عالية. الغارات الإسرائيلية استهدفت 4 منازل وشقة سكنية، أسفرت عن 14 ضحية وعشرات الإصابات بالتزامن مع قصف من المدفعية الإسرائيلية في المناطق الشرقية، خاصة منطقة الشوكة ومنطقة المطار. مدينة خان يونس كذلك الأمر تعرضت إلى قصف من المدفعية في المناطق الشرقية الشمالية الغربية، في مدينة حمد السكنية هناك عدة استهدافات من المدفعية الإسرائيلية المتمركزة في هذه المناطق. المناطق الوسطى، النصيرات، البريج، المغازي، دير البلح، هذه تعرضت أيضا إلى قصف خاصة من المدفعية الإسرائيلية في شرق المغازي والبريج وشرق دير البلح. استهدفت الدبابات الإسرائيلية المتمركزة في هذه المناطق المنازل والأراضي الزراعية الفارغة. أيضا هناك كان سلسلة من الغارات على دير البلح وعلى مخيم النصيرات. في وسط هذه المخيمات كان هناك عدة استهدافات لمنازل أسفرت عن 10 ضحايا وعدد من الإصابات. حي الزيتون في جنوب مدينة غزة كذلك الأمر لازالت هناك عمليات عسكرية، قصف من المدفعية الإسرائيلية، الطيران الحرب الإسرائيلي استهدف عدة منازل أيضا وسط اشتباكات في المناطق الغربية امتدت إلى حي تل الهوى. لو انتقلنا إلى وسط مدينة غزة نجد أن هناك عملية عسكرية مستمرة لليوم الثاني على التوالي في مجمع الشفاء الطبي ومحيط هذا المجمع. هناك أحزمة نارية نفذتها الطائرات الحربية منذ ساعات الصباح وحتى الآن على منازل وبنايات وعمارات سكنية في محيط مجمع الشفاء الطبي. المناطق الغربية قصفت من الدبابات الإسرائيلية المتوغلة في هذه المناطق ومن قبل الزوارق الحربية في عرض البحر. أيضا أطلقت عدة قذائف على المناطق الغربية لمدينة غزة. الاشتباكات متواصلة ومعارك دارية بين عناصر حماس والفصائل. يعني قبل ذلك وأنت تشير إلى الاشتباكات أحمد، هل كل هذا القصف مرتبط بغطاء جوي لمعارك على الأرض أم ماذا يمكن أن يفهم؟ استمرار استهداف منازل للمواطنين وسقوط ضحايا من المدنيين خاصة في رفح، يعني التي لجأ إليها الناس باعتبارها بعيدة عن هذه المعارك. نعم، في رفح في دقيقة واحدة تم استهداف 4 منازل وشقة سكنية، وبالتالي هذه الاستهدافات هي استهدافات بعينها بشكل مباشر وفق معلومات استخبارية تصل للجيش الإسرائيلي، وبالتالي يتم قصف هذه المنازل ليس في مدينة رفح وأيضا في كل مناطق القطاع. المنازل التي تستهدف بشكل مباشر هي يعني تستهدف حسب ما كم رواية الجيش الإسرائيلي هناك مطلوبين أو غيره، وبالتالي هي تستهدف بشكل مباشر وليس عشوائي. اليوم تم اغتيال في حد المنازل في مدينة غزة مدير المباحث العامة في شمالية القطاع رائد البنا، هو وأبنائه وزوجته، وهو المسؤول أيضا عن إدخال المساعدات بالتنسيق مع وكالة الأونروا والعشائر التي دخلت مؤخرا إلى قطاع غزة. وبالتالي الجيش الإسرائيلي هو يستهدف ويغتال المسؤولين من حماس في مناطق متفرقة من القطاع، وبالتالي عمليات الاستهداف سوف تبقى مستمرة، العمليات العسكرية على الأرض سوف تبقى مستمرة، وآخرها ما جرى في مجمع الشفاء الطبي عندما تم اغتيال فائق المذبوح وهو أيضا مدير العمليات المركزية في الشرطة التابعة لحماس، وأيضا هو المسؤول والمنسق عن المساعدات التي تدخل إلى مدينة غزة مع الأونروا والعشرة، وبالتالي هذه عمليات محدودة.